يعني حقيقة احنا ما نطمح الى انه من خلال هذه المباراة نحقق مجموعة اهداف، يعني ومنها انه الحفاظ على النتائج الطيبة اللي حققناها يعني بالمرحلة الأخيرة. واعتقد انا دائما ما اطمح الى انه نتواصل بان نبعث برسائل الاطمئنان للشارع العراقي، للمعنيين، للجمهور، للإعلام، بانه المنتخب العراقي ان شاء الله يعني بخير ويكون يعني عطاءه مستمر بهذا الاتجاه. اليوم املنا كبير يعني من خلال مباراه اللاقي المنتخب السوري، ومن خلالكم نوجه لهم يعني الشكر والتقدير لاخواننا الاشقاء المنتخب السوري لمد يد العون من اجل رفع الحظر على الكره العراقيه. واليوم احنا نلتقي على ارض كربلاء المقدسه، يعني حقيقه فرصه طيبه وان تكون رساله طيبه للفيفا والمجتمع الدولي من اجل ان نرفع الحظر عن الكره العراقيه. المنتخب السوري مثل ما يعرفون حضراتكم انه المنتخب السوري يعني قدم مستويات طيبه في تصفيات كاس العالم ووصل الى ابعاد جيده جدا، ولذلك منتخب كبير ومنتخب صعب وحقيقه بكامل نجومه. احنا نطمح للاستمرار بتحقيق النتائج الايجابيه من اجل ان نحسن تصنيفنا ضمن لائحه الترتيب الدولي، وبالتالي نحافظ على النتائج الطيبه اللي حققناها، نحافظ على جاهزيه اللاعبين. عندنا بطوله غرب اسيا تبدا 8/12، وان شاء الله نتمنى انه من خلال هذه المباراه نحقق كل الاهداف المتوخات ان نحققها من هذه المباراه. المحطه القادمه انا تكلمنا مجموعه اهداف، انا اعتقد عملنا شيء لا باس، انا لا اقول انه حققنا انجاز او شيء من هذا القبيل، لكن انا اعتقد حققنا شيء مقبول يعني من خلال تصفيات كاس العالم الاخيره، النتائج الطيبه من خلال المباراه التجريبيه وحققنا اعتقد نتائج طيبه. اليوم انا واجبي الاهداف الاخرى انه زج مجموعه من اللاعبين الشباب، انا زجيت لاعبين شباب والان مستمر، لانه من اجل بالمحصله النهائيه انا اريد اصل بالمنتخب العراقي ان يكون خليط متجانس من اللاعبين الخبره والعطاء ومجموعه من اللاعبين الشباب، وبالتالي يقال على انه الفريق المنتخب العراقي فريق مقتدر، سواء اذا ما استمرينا ان شاء الله بامماتنا بعد بطوله غرب اسيا، بطوله الخليج العربي، واذا ما يعني صار التوجه باستخدام مدرب اجنبي. انا لا يوجد حقيقه تطير عندي في هذا الموضوع، انا اللي يهمني انه انقل المنتخب العراقي الى ان لا يقال عليه تركه ثقيله مثل ما كان بالسنوات السابقه، فريق مقتدر ولدينا الثقه الكبيره قادرين ان ننقل الكره العراقيه والمنتخب العراقي، وان شاء الله مثل ما وعدنا جمهورنا من خلال الاهداف اللي تم تحقيقها نوعد الجماهير ان شاء الله احنا ذاهبين باتجاه الانجاز في المراحل القادمه، ويشعر الاخوان المسؤولين كلهم انه الفريق العراقي ان شاء الله بالاتجاه الصحيح وما يحقق تطلعات المعنيين وتطلعات جماهيره ان شاء الله. المنتخب الوطني من واجباتي ان يكون الدوري العراقي دوري منتظم، وانا هذا دائما ما كنت انادي به، لا نريد ان الدوري العراقي يعاني من المنتخب العراقي بالتاجيلات اللي كانت حقيقه تعيد، لانه اليوم احنا الكره العراقيه وتطور الكره العراقيه يعني مسؤوليتنا، ولذلك يجب ان يكون هناك توازن في ان يكون الدوري يقام بشكل جيد وبدون تأجيلات، وتوازن في المهمة المنتخب الوطني، لأنه لا تكون مهمة على حساب المهمة الأخرى، ولذلك يعني من غير المعقول أن المنتخب العراقي يذهب دايركت إلى غرب آسيا بدون أي مباراة. طالبت من الأخوان بالاتحاد العراقي حقيقة، والآن احنا نسعى بكل جهد على أقل تقدير نلعب لنا مبارتين قبل غرب آسيا، لأنه احتمال على غرب آسيا سيكون عدة لاعبين خاصة المحترفين ما راح يكونوا متواجدين معنا في هذه البطولة. Do it.